نادين. تعرفنا على بعض مو من كتير زمان، بس كتير كتير حبينا بعض. وللأسف للأسف بعد فترة في حدا مننا حيروح. حتى لو كان في ناس معي وعم تصور نفس تصويري، بس أنا بضل مميزة لأنه أنا بيسان بتميز بشخصيتي. يلا. لا ما شاء الله عليهم الكل، يعني مبدع. أنا بالنسبة لي وأشوفهم كول، يمكن أنا شوي أكثر أحس نفسي يعني يمكن أكثر ستايلش. أكشن جوري راح تعمل المستحيل عشان توصل لحلمه وتحققه بإذن الله. نايس. بالتوفيق. أي فنان يحتاج لمدير أعمال ذكي ولمع يفتح له أبواب النجاح ويعظم استثماره ويعرف الثوب الفني اللي يناسبه. أنا مش بس بدور على صوت، أنا بدور على صوت وعلى شخصية وعلى كاريزما، لأن التفاصيل الصغيرة بتفرق كثير. أدور عن موهبة مختلفة ما تشبه أحد، أنقله من هاوي إلى عالم النجومية. اثنين من أفضل مدراء الأعمال وخبراء صناعة الفن بالوطن العربي بيكرسون خبرتهم ووقتهم للمشتركين. حمدي بدر. مبسوط جداً إن أنا بشارك في برنامج بوليفارد المواهب، برنامج كبير زي دوت أول مرة بيكشف لنا تفاصيل صناعة النجوم بتكون إزاي، ودي ما حصلتش قبل كده عندنا خالص في العالم العربي كله. بدي أتشكر حمدي منتج كلنا في شارك. أنا ما اخترتش أكون مدير أعمال، أنا اشتغلت مدير أعمال بالصدفة. والدي كان رافض إن أنا أشتغل الشغلانة ديت، وفضل 6 شهور ما بيكلمنيش، رغم إن هو شغال في المجال وأنا اتربيت في وسط الأجواء الفنانين، وكانوا بيجوا لنا البيت كل أسبوع. وبعد كده بقى في ظهري جدا جدا بعد ما كان هو رافض إن أنا أشتغل الشغلانة ديت. والدك من الشخصيات العظيمة اللي أنا بحبها جدا جدا، لأني اتعاملت معاه لفترة طويلة جدا. انت ابن الغالي زي ما بيتقال. حمدي من اهم الحاجات اللي بتميزه كمدير اعمال انه هو طموح جدا ومتطور جدا ومخلص، ودي اظن صفات اللي ممكن اي فنان يتمنى انها تكون موجودة في الشخص اللي بيتعامل باسمه. حسن طالب. انا كل فخر اني اخترت اكون من المانجر في برنامج بوليفارد المواهب، وحلو كثير ان لاول مره على التلفزيون المشاهد العربي يشوف كيف نحول موهبه الى نجم، كيف نصنع الاغنيه من الصفر، او كيف توصل لك الاغنيه يلي تسمعها انت في النهايه مجرد التراك. انا كنت هاوي للفن، حسن طالب حطني على اول خطوه بالطريق الصح كشاب لسه له فتره بسيطه بالمجال. حسن عمل لي رصيد اعمال جدا بيشرف الصراحه.